أعينهم متيقظة دائما، مسخرين كافة إمكاناتهم لحماية الوطن. إنهم أبطال الجمارك السعودية. محاولة بائسة من قبل مهربي المخدرات اصطدمت ببسالة أبطال الوطن الشرفاء. ظنوا أننا انشغلنا عنهم بمحاربتنا لفيروس كورونا، فقد حاولوا تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة من أقراص الأنفيتامين المخدر داخل شحنة لأسقف مستعارة تستخدم عادة في بناء المطابخ. هذه الكمية من أقراص الأنفيتامين تقدر قيمتها السوقية بما يزيد عن 37 مليون ريال. زعموا أننا غفلنا عنهم، ولكن هيهات لكم، فللوطن رب يحميه ورجال تذود عنه. بالإخبارية عبد العزيز الموينة، الرياض.